الانترن والمتوتك. هي المحاضرة الساعة كام؟ تقصد ميتنج؟ ها؟ انت قلت انت في جامعة ايه؟ حبيبي انت هنا في شركة مش في الجامعة. اهو اللي قدامك ده لو اتنططت مش هتاخد منه معلومة مفيدة، مع ان كل المعلومات عنده. هتقول له علمني، هيقولك لما افضل. هتقول له عملتها ازاي، هيقولك ما هي سهلة. هي ده اللي حجله بدري عشان تلحقه، يتأخر عشان كان بيطبق، تظهر عشان تقفشه، يقولك خليها لبكرة. بس هتقعد تحلق عليه وتاكل في نفسك كده، مش هتطلع بحاجة. لكن لو كلت بسكوت شوفان لينو، الشوفان هيديك طاقة فتفعله، والألياف هتشبعك فتعرف تركز معاه. وانت ونصيبك بقى ما تاكلش في نفسك، كل بسكوت شوفان لينو.